وزيرة الصحة تعلن تسلم مصر خلال ساعات شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا. مساع بالبرلمان التونسي لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي. مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية في هجوم استهدف قافلة أممية شرق البلاد. الثالثة عصرا الواحدة في جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع إيمان الحويزي. أهلا بك إيمان. أهلا بك شادي، شكرا لك. ومشاهدينا الكرام أهلا بكم. تفقدت وزيرة الصحة هالة زايد وحدة طب أسرة طيبة في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر. وأشادت وزيرة الصحة بمستوى الخدمات والتجهيزات الطبية المقدمة بالوحدة، والتي تمتاز بميكنة كافة الخدمات المقدمة بها. كما تفقدت الوزيرة المبنى الجديد بمستشفى الكرنك الدولي بتكلفة 320 مليون جنيه، مشيرة في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إلى دخول 4 مستشفيات و42 وحدة ومركزا طبيا بالمرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر. احنا طبعا المرحلة الأولى كان فيها 6 محافظات، بدأنا ببورسعيد وتشرفنا بأن سيادة الرئيس أطلق التشغيل المرحلة الأولى في الأقصر وإسماعيلية وجنوب سيناء، وإن شاء الله خلال هذا العام هيبقى إطلاق المرحلة الأولى في السويس وفي أسوان. احنا النهاردة هدف الجولة إن احنا نطمئن على سير المرحلة الأولى. احنا عندنا 59 مركز طبي، دخل منهم 42 مركز في المرحلة الأولى بعد ما تم تطويرهم وميكانتهم وتدريب الأطقم الطبية، وعندنا 7 مستشفيات دخل منها 4 في المرحلة الأولى، وخلال شهر هيدخل أو شهرين على أقصى تقدير هيدخل مستشفيتين كمان، ونتوقع انتهاء الأقصر الدولي المجمع الكبير إن شاء الله خلال شهور. ده التشغيل المرحلة الأولى، والهدف من الزيارة كمان التأكد من تسريع المرحلة الثانية. فالحقيقة المرحلة الثانية هتبقى من أقصر المراحل، يعني الحقيقة في خلال شهور معدودة هتبقى 100% من محافظة الأقصر تكون دخلت بالكامل في التأمين الصحي. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن وصول شحنة كبيرة من لقاح فيروس كورونا ساينوفارم إلى مطار القاهرة اليوم، مضيفة أن التحالف الدولي للقاحات والأمصال سيعطي مصر 8,600,000 جرعة من لقاح أسترازينيكا بنهاية هذا الأسبوع. وأوضحت الوزيرة في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن هذه الشحنات تدخل المعامل ويتم فحصها لمدة أسبوعين في التجارب، مشيرة إلى أنه من الأسبوع القادم سيتم فتح التسجيل لتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة ومن فوق 60 عاما. وإن شاء الله خلال على آخر الأسبوع ده تبدأ التحالف الدولي يدينا 8.6 الشهر ده من أصل 40 مليون جرعة من أسترازينيكا، بس تحت مظلة التحالف الدولي للقاحات والأمصال. فالنهاردة يعني أتمنى أن أنتم تكونوا في مطار القاهرة في استقبال الشحنة في وجود سفير الصين وزملائنا قيادات الوزارة، وإن شاء الله كمان كم يوم هندعوكم لاستقبال الشحنات. طبعا أول ما بتيجي الشحنات دي بندخلها المعامل، بتتفحص لمدة شهرين أسبوعين في التجارب، 4 تجارب على مدى أسبوعين، بعد كده بنفرج عنها. بيتم بقى من الأسبوع الجاي كل المواطنين اللي هم فوق سن 60 سنة أو أصحاب الأمراض المزمنة هنفتح التسجيل، وإحنا أهلنا كل 27 محافظة فيها مراكز للقاحات المواطنين والسيستم الميكنة كامل. قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن البروتوكول المحدث لعلاج فيروس كورونا سيصدر خلال أيام، مشيرة في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز إلى أن الوضع الوبائي مستقر وهناك انخفاض في أعداد الإصابات، منوهة بأن الإصابات في محافظات الصعيد أقل بكثير عن الموجة الأولى. زي ما احنا شايفين الوضع الوبائي مستقر أو قليل، والحمد لله أنه في محافظات الصعيد كان أقل بكتير في الموجة الثانية عن الموجة الأولى. نتوقع إن شاء الله مزيد من انحسار الفيروس،
وبس المواطنين ياخدوا الإجراءات الاحترازية ويتابعوا في الأمراض المزمنة، لأن متابعة الأمراض المزمنة هي أحسن حاجة بتقلل الوفيات في حالة الإصابة. أوضحت وزيرة الصحة أنه سيتم تطوير 51 مستشفى ب 51 مركز ضمن مبادرة حياة كريمة لتأهيلها لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل. التطوير مش هيشمل بس القرى في المراكز الطبية اللي في القرى، ولكن يصح أن 51 مستشفى اللي في 51 مركز يتم تطويرها بشكل كامل. سيادة توافق، واحنا يعني عملنا اجتماع امبارح والنهارده هنعمل اجتماع كمان ساعه علشان خطه تطوير الريف المصري مش هتشمل في وزاره الصحه الريف، هتشمل الريف والمراكز، وهتكون بمنظومه التامين الصحي. فخلال 3 سنين 100% من محافظات مصر هتكون تم تطويرها انشائيا وتجهيزيا وميكنة وتاهيلها لدخولها محافظه ورا محافظه في التامين الصحي الشامل. انطلقت أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، وقد شهدت الجلسة إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية والرد على ادعاءات التقارير المسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية. شرفني أنا عن اليوم عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان كآلية عربية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في دولنا العربية وتقييم مدى امتثالها للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان. وفي هذا السياق نشدد على رفضنا التام لما تضمنته البيانات والتقارير المسيسة والمغلوطة التي صدرت مؤخراً من بعض الجهات والمنظمات بشأن حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية. وقع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بروتوكولا للتعاون بين مجلس النواب المصري والبرلمان العربي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي والمقامة بمقر جامعة الدول العربية. يشمل البروتوكول تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما يتضمن أيضا قيام كل من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي بتبادل استراتيجية بناء القدرات والتعاون في تبني المشروعات والبرامج البحثية العربية. وفي ختام حفل توقيع بروتوكول التعاون أهدى العسومي درع البرلمان العربي للجبالي تقديرا لدوره. أكد رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي أن الدولة أو الدول العربية تواجه تحديات غير مسبوقة تستهدف أمنها القومي وتمر بمنعطف شديد الخطورة. وقال جبالي في كلمته خلال افتتاح الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي إن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للعرب، معربا عن تطلعه لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية. لعلكم تتفقون معي أن أمتنا العربية تمر بمفترق طرق ومنعطف شديد الخطورة، حيث تشهد دولنا العربية تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومي العربي وتستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية. ولكن رغم كل التحديات تظل القضية الفلسطينية هي جرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى والشغل الشاغل لهم. وأشاد جبالي بإنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا دعم مصر بقيادة الرئيس السيسي للبرلمان العربي في مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربي المشترك. إننا نشيد بإنشاء البرلمان العربي لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وتوحيدي ليكون أداة فاعلة للتنسيق والتعاون البرلماني العربي وتوحيد الرؤى البرلمانية العربية حيال القضايا
والتحديات الخارجية التي تواجه أمتنا العربية، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعوب العربية في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. كما نثمن بشدة قرار البرلمان العربي الخاص بإنشاء لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب، وما يمثله إنشاء تلك اللجنة من تحرك نوعي للبرلمان العربي لتنسيق الجهود البرلمانية العربية وتبادل الخبرات والرؤى حيال مواجهة تلك الظاهرة الخبيثة التي هددت وما زالت تهدد الأمن القومي العربي بمختلف أبعاده. من جانبه أكد رينولد لوباتكا رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي بهدف فتح آفاق جديدة ووضع خطة عمل ممتدة بين الجانبين في المجالات كافة بخاصة مكافحة الإرهاب. وخلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان العربي التي انطلقت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، شدد لوباتكا على أهمية الدعم الذي يقدمه البرلمان العربي للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد العالم. أعلن الجيش العراقي عن مقتل 7 إرهابيين من تنظيم داعش في ضربات جوية للتحالف الدولي بمحافظة كركوك شمالي البلاد، وأوضح في بيان أن العملية جاءت بأوامر من قيادة العمليات المشتركة ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة من جهاز المخابرات العراقي، مشيرا إلى أنها أسفرت عن العثور على أحزمة ناسفة ومخازن للأسلحة. أكد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي التزامه بهزيمة التنظيم بشكل دائم، مشددا على أن مهمته لن تتغير بوصول جو بايدن إلى الرئاسة الأمريكية. وأكد المتحدث باسم التحالف واي ماتو في تصريحات له أن داعش لا يزال يمثل تحديا خطيرا ويسعى للعودة مجددا من خلال عمليات الاغتيالات التي ينفذها في كل من العراق وسوريا، مشيرا إلى أن التحالف سيواصل العمل مع شركائه الأمنيين المحليين في كلا البلدين لضمان هزيمة التنظيم وعدم عودته مرة أخرى. تجرى استعدادات مكثفة في مدينة النجف العراقية لاستقبال البابا فرانسيس والذي يزور العراق في مارس المقبل، حيث يلتقي خلال الزيارة بالمرجعية الدينية علي السيستاني. المزيد في هذا التقرير. على قدم وساق تجرى الاستعدادات في مدينة النجف العراقية لاستقبال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، بعد أن أكدت السلطات العراقية أن الزيارة قائمة في موعدها في 5 مارس المقبل رغم تحديات فيروس كورونا. زيارة البابا فرانسيس إلى العراق تشهد حدثا تاريخيا يحدث لأول مرة، حين يجتمع الحبر الأعظم مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في لقاء أكد مراقبون أنه سيكون له المردود الإيجابي على التعايش السلمي في العراق وترسيخ مفهوم المواطنة. هذا في واقع الحال يعطي رسالة واضحة وكبيرة وملائمة لقضيتين مهمتين جدا. المسألة الأولى هي الدعوة إلى السلام والوئام بين الإنسانية كإنسان بغض النظر عن الديانة. السيستاني له تأثير كبير على المجتمع العراقي، وبالطبع لقاء البابا به سيكون له مردوده الكبير في العراق، ونحن نأمل في أن يرسخ الاجتماع للمبادئ المشتركة بين المسيحيين والمسلمين في العراق، ونأمل أن يتمكنوا أيضا من إصدار إعلان حول ذلك. برنامج البابا فرانسيس في العراق يشمل زيارة كنيسة سيدة النجاة التي كانت شاهدة على مجزرة في عام 2010 ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي، كما سيزور بابا الفاتيكان مدينة أور القديمة مهدي سيدنا إبراهيم، فضلا عن المناطق التي شهدت تهجير المسيحيين على يد داعش الإرهابي خاصة قرى قرقوش في سهول نينوى. مسؤولون عراقيون قالوا إن الزيارة تعد مؤشراً على مكانة العراق وأهميته إقليمياً ودولياً على الرغم من كل المصاعب التي يشهدها، ولفت المسؤولون إلى أن الزيارة تعد أيضاً مرحلة مهمة للحد من التطرف،
ليس فقط من داعش بل من المتطرفين الذين يرفضون التنوع الديني الذي طالما امتاز وتمتع به العراق. قال النائب عن الكتلة الديمقراطية في تونس رضا الزغمي إن جميع أعضاء الكتلة وقعوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، مشيرا إلى أنه تم التجميع نحو 103 توقيعات على العريضة حتى الآن. من جانبها اعتبرت سامي عبو النائب عن التيار الديمقراطي أن وجود الغنوشي على رأس البرلمان يمثل خطرا على المجلس، متهمة إياه بخدمة أجندات مشبوهة. قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل جماعات مجهولة، وأكد الطبوبي في تصريحات للإذاعة الوطنية أن الخطاب التحريضي ضد اتحاد الشغل تنامى في الفترة الأخيرة. هاتفيا ينضم إلينا من تونس السيد محمد أبو عود الكاتب الصحفي. بعد التحية لك أستاذ محمد، إذن النقطة الأولى التي أناقشك فيها هي الكتلة الديمقراطية والتي قالت أن جميع أعضائها وقعوا على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، ما مدى أهمية هذه الخطوة وقيمتها؟ لك أولا ولكل مشاهديك الكرام ولتلفزتكم الموقرة، بداية لابد من التأكيد أن مساعي أو ما يبذله بعض النواب من سعي حثيث لتثبيت لائحة جديدة لسحب الثقة من راشد غنوشي اكتنفتها في المدة الأخيرة نوع من السرية، خاصة بعد أن أوكل أمر جمع الإمضاءات أو التوقيعات لنائبين تقريبا مستقلين، يعني لا ينتميان إلى أي كتلة، حتى يتمكنوا من التوفيق بين مختلف الكتل. ما يتسرب من أخبار شحيحة يفيد أن جمع التوقيعات قد تجاوز 100، ربما ليس بكثير أو في حدود 100. البارحة رئيس كتلة 103 توقيعات إلى الآن، 103 توقيعات إلى حد الآن، والمطلوب هو 109. وفي المرة الفارطة عندما وقعت محاولة أيضا لسحب الثقة من راشد الغنوشي وصلت إلى 96 صوت، ربما هذه المرة قد أنت تقول أن المطلوب 109 لكي يتم سحب الثقة من رئيس المجلس؟ نعم. إذا وصلنا إلى رقم كبير، يعني 103. لحظة لتفسير هذه النقطة القانونية في النظام الداخلي فقط. المطلوب لتقديم اللائحة حتى يتبناها المجلس ويطرحها على الجلسة العامة 73 صوت، وعندما تطرح إلى الجلسة العامة ويقع مناقشتها وتمر إلى التصويت المطلوب 109، أي الأغلبية زائد واحد، 50% زائد واحد، والآن تتراوح هي في 103 أصوات. وتجري سياسة حاليا أن يكون جميع الذين سيصوتوا على سحب الثقة عليهم أن يمضوا على العريضة عند تقديمها، حتى لا يقع الخلل الذي وقع المرة الماضية عندما وعدهم كثير من النواب أنهم سيصوتون معهم ثم تعللوا بالغياب أو إغلاق الهاتف وعدم الحضور للجلسة، وبالتالي هذه المرة يريدون أن يقدموا العريضة بالمئة وتسعة فما فوق الذين سيصوتون على سحب الثقة من راشد الغنوشي. وأعتقد أنها يعني محاولة جدية، وراشد الغنوشي يستشعر خطورتها، والدليل على ذلك أولا ثلاثة دلائل. الدليل الأول أنه يحشد أنصاره لمسيرة معناها بالآلاف يوم السبت القادم في الشارع الرئيسي بالعاصمة، والمسألة الثانية أنه أرسل برسالة إلى الرئيس قيس سعيد مما يعتبر وكأنه نوع من التنازل من ناحيته بحثا عن حل للتحوير الحكومي، والمسألة الثالثة هو اجتماعاته التي أصبحت يومية تقريبا ومتكررة بالأحزاب المتحالفة معه داخل البرلمان، مما يعني أن التهديد حقيقي وجدي هذه المرة، وراشد الغنوشي يعرف ذلك جيدا، لذلك يفعل تقريبا كل ما بوسعه لتجنب السقوط في مسألة سحب الثقة. طيب وماذا عن تهديدات أخرى يمكن خاصة بالقتل؟ يعني الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل قال أنه تعرض للتهديد من قبل جماعات مجهولة، هل يقصد بهذا حركة النهضة؟ لا، ربما لم يوضح المسألة في الإذاعة الوطنية، لكن
في مجمل الحديث كان هناك أسئلة من مقدم البرنامج حول علاقته بالنهضة وحول المسألة يعني نوع القنوات المغلقة تقريبا بينه وبين النهضة والتوتر والاحتقان السائد، وبعد ذلك أراد أن يعلن أنه تعرض لتهديد بالقتل من طرف تونسي مقيم في أمريكا على ما أعتقد، وقال أنه أعلم الوحدات الأمنية وأنه قدم بشكاية لكنه لم يتهم النهضة مباشرة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد أبو عود الكاتب الصحفي، كنت معنا من تونس. في لبنان أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن اقتصاد بلاده سيستعيد عافيته، الأمر الذي يقتضي من المؤسسات اللبنانية استعداد للتفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي المرتقبة. تصريحات عون جاءت خلال استقباله وفدا من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال، حيث استعرض خلال اللقاء الظروف التي مرت بها البلاد وانعكست سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية، فضلا عن الظروف الصحية التي نتجت عن جائحة كورونا وتداعيات أزمة النزوح السوري التي طالت مختلف القطاعات اللبنانية. أكدت وزارة الخارجية الإيطالية مقتل سفيرها لدى الكونغو الديمقراطية في هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة بمدينة جوما شرقي البلاد، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن تفاصيل الهجوم الذي أسفر أيضا عن مقتل أحد الجنود لم تتضح بعد، مشددة على أنها لن تدخر جهدا في كشف ملابساته، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن. أدانت المفوضية الأوروبية حادث مقتل السفير الإيطالي مؤكدة أنها تتابع تفاصيل الحادث مع وفد الاتحاد الأوروبي في الكونغو الديمقراطية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أبلغ مجلس الشؤون الخارجية بالحادث وقدم تعزيه إلى روما والأمم المتحدة. دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مطالبا طهران بالامتثال الكامل للاتفاق. وفي كلمته أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف قال ماس إن من مصلحة طهران أن تغير من مسارها الآن قبل أن يتضرر الاتفاق بشكل لا يمكن إصلاحه، مشيرا إلى استعداد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمعاودة الانضمام إلى الاتفاق. أكدت القيادة الوسطى الأمريكية استعدادها لأي تطورات مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على أن الجهود الدبلوماسية ضرورية مع طهران بالتوازي مع الاستعداد العسكري. وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة الوسطى الأمريكية إن توحد واشنطن وأوروبا تجاه إيران يمثل مصدر قوة في إطار أي حل، مؤكدا على ضرورة احتواء الصواريخ الباليستية لطهران التي تمثل مصدر قلق بحسب تعبيره. قالت إيران إنها توصلت إلى ما وصفته بإنجاز دبلوماسي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الزيارة الأخيرة لرئيسها إلى طهران. أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي أن إيران ووكالة الطاقة الذرية اتفقتا على الوقف الكامل لتنفيذ البروتوكول الإضافي الخاص بالاتفاق النووي وعمليات الوصول إلى المنشآت النووية المنصوص عليها في الاتفاق، مشيرا إلى أنه لن يتم منح الوكالة أي وصول للمنشآت النووية خارج إطار اتفاق الضمانات. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البرلمان الإيراني أنه سيتم تعليق تطبيق البروتوكول الإضافي النووي بشكل كامل الثلاثاء. وقال رئيس البرلمان إنه سيتم منع أي نوع من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الثلاثاء، مشيرا إلى أن أي تعاون خارج اتفاق الضمانات النووية سيكون محظورا. وكان البرلمان الإيراني قد أقر قانونا في ديسمبر الماضي يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي. يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث عدد من الملفات ومن بينها قضية العلاقات مع روسيا والأزمة في ميانمار. وأكدت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سينضم لاجتماع نظرائه الأوروبيين عبر الفيديو لبحث آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.
بعد شهر من توليه رئاسة الولايات المتحدة، تنتظر الرئيس جو بايدن مهمات صعبة، منها ما كان محور صراعات سياسية مستعصية رسمت ملامح الحياة السياسية الأمريكية مؤخرا، مثل تسديد تكاليف الرعاية الصحية وحيازة السلاح ومن يحق له أن يحصل على الجنسية. خلال الشهر الأول من توليه السلطة، محى الرئيس الأمريكي جو بايدن سياسات طبقها سلفه دونالد ترامب، من تغير المناخ إلى قرارات منع السفر، وازداد المعدل اليومي لتوزيع لقاحات كورونا، فضلاً أن إدارته أصبحت على وشك التوصل إلى حزمة للإنقاذ الاقتصادي أكبر من الحزمة التي تم إقرارها في الأزمة المالية عام 2009، غير أن كل ذلك ربما يكون الشق السهل في مهمة الرئيس الديمقراطي مقابل تحديات أكبر في الطريق، ومنها الدفع بقوانين تختلف عليها الآراء في الحزب الديمقراطي، مثل تخفيف ديون الطلبة الجامعيين وزيادة الضرائب وفرض قيود على صناعة الطاقة. مهام صعبة تنتظر بايدن في قادم الأيام، منها ما كان محور صراعات سياسية مستعصية رسمت ملامح الحياة السياسية الأمريكية مؤخرا، مثل مدى سهولة التصويت في الانتخابات، وما إذا كان على الحكومة أن تسدد تكاليف الرعاية الصحية وحيازة السلاح، وكذلك من يحق له أن يحصل على الجنسية. وليس من المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ مشروع قانون شامل للهجرة يدعمه البيت الأبيض، إذ أن السيناتور ديك ديبرن ثاني أرفع الديمقراطيين مقاما في المجلس يعد واحدا ممن يقترحون مبادرة أقل طموحا تركز على اللاجئين الذين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال. في الوقت نفسه لا يزال العديد من القضايا الشائكة، من الرسوم الجمركية إلى سياسة التعامل مع الصين، قيد المراجعة في البيت الأبيض. وتنصب آمال البيت الأبيض في استمالة أنصار الحزبين على خطة للإنفاق على البنية التحتية لا تزال في مراحل التطوير الأولى، والتي من المتوقع أن تتجاوز حجم الحزمة التحفيزية التي تقترب من 2 تريليون دولار. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات العسكرية في ميانمار إلى وقف أعمال القمع بشكل فوري والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا. كما حتى غوتيريش في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى السلطات العسكرية في ميانمار على احترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبرت عنها الانتخابات الأخيرة. وفي غضون ذلك، فرقت شرطة ميانمار متظاهرين تجمعوا في العاصمة في حين أغلقت المتاجر في إضراب عام تمت الدعوة إليه للاعتراض على الأحداث التي شهدتها البلاد. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى إعادة سياستها تجاه بكين إلى العقلانية لتحقيق التطور المستقر للعلاقات بين البلدين. وفي كلمة له خلال افتتاح منتدى لانتينغ الذي نظمته الوزارة، حث وانغ واشنطن على احترام المصالح الأساسية للصين وكرامتها الوطنية وحقوقها التنموية، والتوقف عن تشويه صورة الحزب الشيوعي الحاكم والإضرار بسياسة الصين وأمنها في الشؤون الداخلية. قال الرئيس الأفغاني أشرف غاني أنه يجب التوصل لتسوية سياسية في البلاد، موضحا أن هناك فرصة سانحة لتسريع عملية السلام بعد قرار حلف الناتو غير النهائي بشأن انسحاب قواته من البلاد. وأضاف غاني في تصريحات أن إعلان الناتو أتاح فرصة لجميع أطراف النزاع لإعادة حساباتها، مضيفا أن مدة بقاء قوات الناتو وعددها في البلاد يعتمدان على مستوى العنف الموجود. قررت السلطات السعودية استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأوضح وزير التعليم السعودي حمد بن محمد الشيخ في تغريدة عبر تويتر أن تلك الخطوة تأتي حرصا من القيادة على سلامة العملية التعليمية في ظل استمرار جائحة كورونا وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.
أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 1 مليون شخص أو على 111 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم. وبحسب الإحصاء وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 2,569,000 وفاة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالة للإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيضع خارطة الطريق لتخفيف إجراءات العزل التي وضعتها حكومته لمكافحة فيروس كورونا، وأضاف في تغريدة عبر تويتر أن الخطة تستهدف إعادة الأطفال إلى المدارس، مؤكدا على أن الحكومة ستتعامل بحذر مع الإجراءات الجديدة. تتجه السلطات الصحية في فرنسا لفرض قيود جديدة في مدينة نيس الواقعة جنوبية البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا. أوضح وزير الصحة أوليفي فيران أن القيود يمكن أن تشمل شكلا أكثر صرامة من حظر التجول المفروض في جميع أنحاء البلاد أو إغلاق في عطلة نهاية الأسبوع. سجلت ألمانيا أكثر من 4,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى أكثر من 2,390,000 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 679,000 حالة بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة. في غضون ذلك حذر وزير الصحة الألماني يانس شبان من تزايد عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، فيما تستعد المدارس لإعادة فتح أبوابها، واعتبارا من اليوم ستعيد المدارس والحضانات فتح أبوابها في 10 مقاطعات ألمانية. رحبت وزيرة التعليم الألمانية بإعادة فتح المدارس الابتدائية في البلاد، وقالت الوزيرة إن التطور الأخير في عدد الإصابات بفيروس كورونا يستلزم أكبر قدر من الحذر، مشيرة إلى الخوف من انتشار سلالات كورونا الجديدة. يذكر أن الدراسة الابتدائية من الصف الأول وحتى الثالث ومراكز الرعاية النهارية تستأنف عملها اليوم بعد حوالي شهرين من الإغلاق، حيث سيتم الحضور بالتناوب وتخفيض الأعداد والتباعد وارتداء الأقنعة الطبية. يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بالوقوف دقيقة صمت حدادا وإيقاد للشموع لاقتراب وصول أعداد الوفيات بين الأمريكيين جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 500,000 حالة. وقال البيت الأبيض إنه من المقرر أن يلقي بايدن كلمة للترحم على أرواح الضحايا. كان بايدن قد زار نصب لينكولن التذكاري في واشنطن بعد توليه منصبه للحداد على وصول أعداد الوفيات جراء الجائحة في البلاد إلى حوالي 400,000 حالة. قال كبير المسؤولين عن حملة التطعيم ضد كورونا في اليابان إن بلاده لن تحصل إلا على جرعات محدودة من لقاحات كورونا، الأمر الذي يؤجل تطعيم كبار السن. وتفاوضت اليابان على الحصول على أكثر من 500 مليون جرعة من اللقاحات التي طورتها شركات الأدوية الغربية، ولكن جهات التنظيم المحلية لم توافق حتى الآن إلا على لقاح واحد فقط، وما زالت اليابان تعتمد على الإمدادات المستوردة التي تعطلها عقبات الإنتاج وضوابط التصدير. قالت وسائل إعلام رسمية صينية إنه تم استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، منها أكثر من 34 مليون جرعة داخل الصين والباقي في الخارج. كانت الخارجية الصينية قد قالت في وقت سابق إن بكين تقدم مساعدة بخصوص اللقاحات إلى 53 دولة نامية ولديها اتفاقات بتصدير مع 22 بلداً. أطلقت أستراليا حملة تلقيح رسمية ضد كورونا، ومن المقرر إعطاء 60,000 جرعة هذا الأسبوع بدءا بالعاملين في المجال الصحي وعمال فنادق حجر المصابين بالفيروس. وتعتمد أستراليا في حملة التطعيم على لقاح فايزر بايونتك على أن يتم في مرحلة لاحقة إضافة لقاح أسترازينيكا المصنع محليا.
وصلت وزارة الداخلية جهودها في ضبط الجرائم الإلكترونية، وتهيب الوزارة المواطنين تحري الدقة في الحفاظ على سرية بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني. بعد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسؤول أحد البنوك بتضرر بعض عملاء البنك من قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك وأنهم فازوا بجوائز مالية، ويطلب منهم بيانات بطاقاتهم الائتمانية لتحويل قيمة تلك الجوائز عليها، ثم يقوم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني. كثفت الإدارة من إجراءاتها وجهودها ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان بالمنيا اعترفوا بارتكاب عدد من وقائع النصب والاحتيال على المواطنين بهذا الأسلوب. ألف ألف مبروك لحضرتك يا مدام عبير، الشريحة بتاع حضرتك كسبت معانا 30 نقطة بقيمة 3000 جنيه. المطلوب من حضرتك لو هفعلك الهدية بتاع حضرتك على السيستم عندي فلوس كاش، يبقى لازم تجيبيلي حساب جاري فند. سرقة بيانات الفيزا واحدة من الطرق المنتشرة في مجال النصب الإلكتروني. مش أي حد يكلمك ويقولك أنت كسبان معانا جايزة، هات بيانات الفيزا عشان أحولها لك عليه تصدقه. ده نصاب هياخد منك البيانات اللي بمجرد ما تديها له هتتفاجئ برسائل خصم من حسابك بعتها لك البنك. الأسلوب ده بيتمثل في أن المواطنين بيتلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص بينتحلوا أن هم موظفين خدمة عملاء سواء لشركات اتصالات أو للبنوك المصرية، ويبتدي الأشخاص دولت يوهموا الناس أنهم فازوا بجوائز مالية، والأشخاص دي بتطلب منهم بيانات الخاصة بالبطاقات البنكية الخاصة بالمواطنين، وبالفعل بعد ما المواطنين يدلوا بالبيانات الشخصية الخاصة بهم لهؤلاء الأشخاص بيفاجئ المواطنين برسائل جايلهم على هواتفهم من البنك الخاص بهم بخصومات لعمليات شرائية تمت على شبكات الإنترنت. خلي بالك بيانات الفيزا كلها سرية، مش بس الرقم السري المكون من 4 أرقام، لا ده كمان بيشمل أي رقم على جسم الفيزا وأي كود البنك الخاص بيك بيبعتهولك في رسائل. والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضبطت في الفترة الأخيرة تشكيلات عصابية قامت بهذا الأسلوب الإجرامي، وتضبط معاهم المبالغ المالية اللي استولوا عليها والأجهزة اللي بيستخدموها في ارتكاب الوقائع. أو عتفرط في البيانات دي وتديهم لأي حد أو أي جهة، لأن حماية البيانات دي مسؤوليتك الشخصية وحمايتك تهمنا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير حول اقتصار المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة على رصف شوارع القرى ببلاط الإنترلوك. أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المشروع يستهدف رفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب الخدمية والاجتماعية، حيث تتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات، مع توفير خدمات الإنارة العامة بها، فضلا عن تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبي احتياجات مواطني الريف. يعد مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط من أهم المراكز التي تضم عددا كبيرا من القرى والتجمعات النائية التي ظلت بعيدة عن دخول الخدمات العامة. ومع الإعلان عن اختيار المركز ضمن المرحلة الثانية من تطبيق مبادرة حياة كريمة، تسود المواطنين حالة من الفرحة والتفاؤل بقرب إصلاح البنى التحتية لقراهم. كاميرا أكسترا نيوز زارت قرية الشامية لنقل مطالب وانطباعات الأهالي عن المبادرة. بالنسبة لقرية الشامية أهم حاجة الشوارع بتاعتها، يعني من أول الكوبري هنا ما تدخل لحد ما تلف البلد كل شوارعها كلها مطبات، فعاوزة تمهيد يعني وعاوزة اهتمام شوية. والمية غير صالحة للاستخدام الآدمي، مخلوطة بريد
فعايزين وحده بريد، عايزين نادي. من 2001 لحد 2021 طبعا ما فيش صرف صحي لحد دلوقتي. الشركه كل سنه تقول تسلموا السنه دي السنه الجايه، ولحد ما فيش اي تسليم. مشكورا للرئيس ان هو مثلا مقدم خدمات بركه، مشروع حياه كريمه ده حاجه كويسه برضك للناس، بتنفع الناس الفقراء، بتنفع برضك الناس المعدومه الدخل اللي بيوتها مثلا على كديه كده تجديد البيوت، الحاجات دي كلها برضك طبعا دي ضمن الخطوات الكويسه. يعني اول مره في مركز على مستوى الجمهوريه سواء في الصعيد او بحري ان يكون في تطوير بهذا الكم الكبير من الحياه، التطوير زي الصرف الصحي والميه والكهرباء والتربيه والتعليم والصحه والزراعه، وده حياه يعني ما نشوفهاش غير في الاحلام. قرية أبو راشد التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط هي واحدة من بين 28 قرية في المحافظة دخلت مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة. تعد القرية واحدة من القرى الأكثر فقرا وظلت لعقود محرومة من الخدمات الأساسية. أعرب أهالي القرية عن سعادتهم بدخول القرية ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة. مجاري برضه ما فيش صرف صحي، بنصرف في الترع دي، احنا بنصرف في الترع دي. لما نصرف في الترع دي طبعا في تلوثات، في مش عارف امراض بتجينا، في حاجات كتير بتجينا وحشه، بيجينا والمرض يعني فشل كلوي، بيجينا سكر، بيجي حاجات كتير. الناس الكبيره دي بتعاني من الامراض دي كلها. يعني المستشفى موجوده، بس المستشفى عاوزه اجهزه وعاوزه يعني خدمات اكتر من كده شويه ودكاتره. يعني هي مبنى بس، انما ما فيش فيها خدمات قد كده. يعني واحد متعور لازم نروح المستشفى العام. القرى دي انها بتعاني كثيرا من الامراض والفشل الكلوي، وده بيتعدى تحت بند اللي هو الصرف الصحي، هو قبل اي شيء، لان بيرفع من المعيشه ويمنع الامراض كتيره. مطالبنا الصرف الصحي اول حاجه بالنسبه للقريه دي، لان الصرف الصحي هيخلي البلد تشرب مية نظيفة، لأن المية بتاع الشرب بتختلط بمواسير المجاري اللي معمولة عشوائيات كده في البلد. فأهم حاجة عندنا الصرف الصحي، بعد كده المستشفى. بالنسبة للمستشفى ما فيش خدمة وما فيش دكاترة، وعايزين يبقى فيها يعني نظرة لها، نظرة تانية، إن دي قرية فقيرة وما فيش حد معاه إمكانيات إن يطلع يعمل عمليات برة أو يصرف على نفسه. فإحنا عايزين هنا في البلد دي إسعاف. الترعة بتاعتنا ده هي كل ما عندناش بنروي تحت منه، مردومة عايزينها تتغطى. احنا عايزين المستشفى بتاعتنا دي يبقى فيها دورية في الليل، ما فيش فيها حاجة من المغرب بتتقفل. المبادرة دي أعرف إن هو السيد الرئيس بدأ بالمبادرة دي إن هو يعرف إن هو يرتفع بالمعيشة للفقراء ويرفع من المعيشة من الناس اللي بتعاني. أول رئيس جمهورية ينزل يهتم بالقرى وبالنجوع. المبادرة دي بتدي أمل للناس اللي هي في العزب وفي القرى إن في حاجات بتتغير وفي حياة جديدة وفي تطور، وبيحس إن هم عايشين وإن هم عندهم أمل إن في واحد جنة بيخاف على البلد وبيخاف على مصالح البلد وبيخاف على الناس. فرحة كبيرة وسعداء جدا يعني إن احنا بالمبادرة دي، وإن احنا دخلنا من ضمن مبادرة السيد الرئيس وبنشكره. ده هو أب لينا فاضل. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي التي صدرت مؤخرا تحمل آمالا وطموحات عديدة للجمعيات الأهلية. وخلال لقائها ممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في بورسعيد طالبت الوزيرة بمزيد من العمل خلال الفترة المقبلة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المحافظة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن معنية بالمواطن وتحسين جودة حياته. قالت
قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض ديارنا للحرف اليدوية لمدة يومين إضافيين لينتهي في 27 من فبراير الجاري، وتشهد الدورة 61 لمعرض ديارنا إقبالا كبيرا من الجمهور، وهو الأمر الذي دفع وزارة التضامن لمد فترة المعرض لإعطاء أكبر فرصة للجمهور. من معرض ديارنا ومعارض عدة بدأت شذا رحلتها في حرفة تصميم الجلود اليدوية منذ 8 سنوات، لجأت فيها إلى مصر لتجد ملاذا آمنا بعيدا عن الحرب في موطنها سوريا، وهي واحدة من بين 12 حرفيا من اللاجئين يستضيفهم جناح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والذي يأتي كضيف شرف هذه الدورة. بالنسبة للحرفيين اللي في معرض ديارنا أنا ذهلت بالفنون اللي عاملينها، ما شاء الله اليد المصرية يعني قمة في الروعة، حاجات كتير كتير حلوة في المعرض، يعني بنصح أي حد يجي يعني يشوفه. ثانيا كتنسيق المعرض طبعا رائع. حوالي 300 عارض وعارضة يشاركون في معرض ديارنا من مختلف المحافظات المصرية، يعرضون منتجاتهم من مختلف الحرف اليدوية والتقليدية والتي امتازت بها مصر، لكن عددا منهم أضاف لمسة خاصة على منتجاتهم الحرفية لإكسابها طابعا إبداعيا وميزة تنافسية. أنا واخدة من كل حاجة حاجة، بس أنا بحب الحاجات الأورينتال قوي، الحاجة اللي ليها علاقة بالتراث المصري قوي، اللي هي زي النيفرتيسي الحاجات الفرعونية، بس أنا حابة أعملهم بشكل جديد لأن الأشكال الفرعونية ناس كتير بتعمل لها ديزاين، بس أنا حابة أعمل حاجة بنستخدمها دايما بس بشكل جديد. معرض ديارنا بيدينا الفرصة إن إحنا ننتج يعني نعرض المنتج بتاعنا عشان الناس كلها تعرف إن إحنا الحرف اليدوية المصرية موجودة وفي كل حاجة في مصر، يعني إن إحنا منشتريش من برا، كل حاجة موجودة في مصر. المساحة الشاسعة للدورة 61 لمعرض ديارنا والتي تصل إلى 2800 متر داخل مجمع كايرو فاستيفال سيتي التجاري أعطت الفرصة ليشمل المعرض الجميع، تأكيدا على شعاره مصر بتتكلم حرفي. عمر بطل جمهورية بألعاب القوة، وبعدين اكتشفنا عنده موهبة بابا علمها له، والحمد لله يعني من A to Z هو بدأ يعمل الشمع دوت، والحمد لله يعني المعرض حلو، يعني بيباع في المعرض كثير الحمد لله، يعني الناس بدأت تعرفه. على مدار 10 أيام يفتح معرض ديارنا أبوابه لمدة 12 ساعة يوميا لكافة المواطنين للتعرف على إبداعات الحرف المختلفة وقضاء تجربة داخل ورش تعليم الحرف داخل المعرض ضمن إجراءات احترازية صارمة تضمن سلامة المواطنين واطمئنانهم. ساريا ياسين، إكسترا نيوز. الآن وقفة مع أخبار الاقتصاد. أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد صرف الدفعة الأخيرة من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في 7 مارس المقبل، وخلال رئاستها لاجتماع لجنة دعم ومساندة العمالة غير المنتظمة تمت مناقشة نتائج تحليل البيانات الخاصة بالدفعات السابقة من قواعد الاستحقاق والتوزيع الجغرافي للمستفيدين ومعدلات الصرف من منافذ البريد المصري والبنك الزراعي وفعالية استخدام المحافظ الإلكترونية على التليفون المحمول. أطلق مركز معلومات مجلس الوزراء تطبيقاً جديداً على الهواتف المحمولة، ويتضمن التطبيق معلومات محدثة عن أداء القطاعات المختلفة وأيضاً رصد لأسعار ما يفوق على 75 سلعة محلية وعالمية مع متابعة مستمرة لأهم مقالات الرأي والتقارير الدولية من مختلف الصحف ووكالات الأنباء الأجنبية والمواقع الإلكترونية العالمية.
أعلن الاتحاد الأفريقي انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي 20 حول أفريقيا الذي يسعى لتحديد الأولويات الاقتصادية القارية المتأثرة بجائحة كورونا والتي عطلت قاطرة التنمية العالمية. وأوضح الاتحاد الأفريقي أن المنتدى يعد فرصة لإعادة البناء في أعقاب أزمة جائحة كورونا لاستكمال التركيز على أجندة 2063 الطموحة. وسيركز المنتدى على مناقشة دور منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتعزيز التحول الإنتاجي للقارة. ختم هذه النشرة المفصلة تذكير بأهم ما ورد بها من أنباء. وزيرة الصحة تعلن تسلم مصر خلال ساعات شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا. مساء بالبرلمان التونسي لسحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي. مقتل السفير الإيطالي لدى الكونغو الديمقراطية في هجوم استهدف قافلة أممية شرق البلاد. في الختام نحيط علم السادة المشاهدين أن تردد إكسترا نيوز الجديد 11785، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب رأسي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.